نحن نبدا طب البدايه من اليوم انه لابد ان يكون هناك استقرار في المنطقه، لابد ان احنا نعمل من اجل الوحده لكل كل الناس. عايز اقول لكل ابناء شمال بحر غزال انه احنا حاجه واحده، كتله واحده في الحركه الشعبيه. مهما كان يعني احنا كنا منافسين في الكرسي،
فهذا الوقت قد مضى ونحن الآن نتواحد نعمل سويا مع بعض ونعمل من أجل السلام مع كل الأطراف والمواقع اللي في غير السلام في شمال بحر غزال. ما عندنا IO, ما عندنا سوا, ما عندنا OPP, ما عندنا إحنا شعب بتاع جنوب السودان وشعب بتاع شمال بحر الغزال. عايزين إنه الناس كله تشتغل مع بعض وتشتغل من أجل استقرار ويقيفوا مع حكومة القومية مع حكومة الوحدة الوطنية. شكرا للسؤال. أنا كنت فعلا كنت واحدة من الكانديديتس اللي كان واقف لكرسي بتاعت النساء, وده كرسي ده ثلاثة كراسي أصلا في 10 ولايات. الثلاثة كراسي المفروض يكون 2 كرسي للحركة الشعبية, لكن حسي حاليا لما الرئيس بتاعنا جانا وجاب 6 ولاة بتاعت الحركة الشعبية وقال لنا أنا جبت الناس دي لسبب, فإحنا بنقيف مع القرار بتاعت الحزب بتاعنا بتاع رئيس الحزب بتاعنا اللي هو سلفا كير بيادي. إحنا بنساند القرار بتاعته, وإحنا كنساء الغرفة بتاعنا بتاع الاسلام ده كتير فوق غرف كتيرة, ده بيت كبير وفوق غرف كتيرة. سو احنا ما زعلانين ولا عندنا مشكلة, احنا بس بنساعد اخواننا اللي جابوهم الستة ديل, ما فيهم اخونا تنع كيرنار احنا هنضيفه معاكم وما عندنا مشكلة. احنا عارفين انه الحزب بتاعنا واقف مع النسوان بتاعه كله وهو بيعرف النسوان بتاعه ده بخطوة وين. يقول اجوم ايه I am the Secretary for Social Welfare at the SPLM National Secretariat. What I would like to say, I'm really pleased with Madinga Aweil, the welcoming they've given us is above. And what I want to say is like everybody's SPLM, so we are at peace and we are relaxed. And we brought for you your governor. This is the selection of the leadership. And once our leadership selects somebody, we are there to support him 100%. So what I want to say, give him a chance and let's do the work from now until later. Thank you. أطار أول السلام مع جمع الكثير من أول كل خمسة محافظات أول كل موجودين لاستقبال الحاكم الجديد تمع كينغار. وأنا بصفة كجمن شيبي بنتجر بنتجر في البرلمان. This is my area. This is why we have come also with the delegation of the SPLM that was us here today. And our message to security has been spelled out by the governor. إنه ثلاثة ولايات وحده ثلاثة ولايات يعني يشتغلوا سوا ثلاثة ولايات حيكونوا في بلد ده في دور مدينة ده, ونحن كلنا من أبناء البلد ده. كثير عايزين نتكلم في شفته دين دين يوم معانا الوزير ودوم من أيوه هو من أبناء البلد ده. نحن نشتغل نتوحد سوا لأن الحكومة ده ما فيه معارضة. في ناس بيقولوا مثلا أيوه أيوه خلاص انتهى, ما في أيوه, ده حكومة بتاعة الوحدة الوطنية. حكومة الوحدة الوطنية ده الناس هيشتغلوا سويا من اجل الشعب والمواطن والبلد كله, ما في معارضه كله. شكرا. And the ESP is trying to tell me that. It's not the money.